هي سوق الراعي سانبالا ثيران التبتي إلى البيت من المرعى على بعد بضعة كيلومترات قبل غروب الشمس كل يوم. إن الأعشاب التي نمت حديثا في الهضبة ليست كافية لتلبية حاجة الماء الذي تحتاجه الحيوانات كل يوم. تعتمد حياة سانبالا على هذا النهر تماما مثل الرعاة الآخرين في محافظة مادو، واسم هذا النهر الواضح ماتشو، ويعتبر مصدرا مهما من مصادر المياه الصالحة للشرب في المحافظة. يصل نهر ماتشو إلى مصدره جبال بيانهار باتجاه الغرب، ويمر بمئات الكيلومترات من المنطقة المقفرة انطلاقا من محافظة مادو التي يقع فيها بيت الراعي سانبالا، ويخترق 9 مقاطعات ومناطق صينية باتجاه الشرق. وهذا النهر الذي يتلوى عبر شمال الصين على امتداد 5400 كيلومتر ثم يصب في البحر هو النهر الأصفر. يعتبر النهر الأصفر أكبر مصادر الماء في شمال الصين، ويسقي ما يقرب من 20 هكتارا من الأراضي الزراعية، ويتحمل مهمة إمداد الماء ل 120 مليون نسمة وأكثر من 50 مدينة كبيرة ومتوسطة بكميته المحدودة. وفي مصب النهر الأصفر تنتشر المستنقعات التي نمت حديثا وتكون أسرابا من الطيور المائية. وقبل 10000 من السنين نشأت الحضارات الإنسانية في هذه الأرض، وتسمت هذه الأراضي المقفرة بالأراضي الرطبة قبل بضعة عقود فقط. إن الأراضي الرطبة تتكون من 5 أشكال للمياه، ألا وهي المستنقعات والبحيرات والأنهار وسواحل البحار التي لا يتجاوز عمق مائها 6 أمتار عند الجزر الكامل، إضافة إلى الخزانات والبرك الاصطناعية. في أغلب الأحيان تكون هذه مناطق المياه الدائمة التي تعوق وتمتص المواد السامة وتظهر المياه، فلذلك تسمى الأراضي الرطبة بكلية الكرة الأرضية. إن مساحة الأراضي الرطبة الصينية تبلغ 38.48 مليون هكتار، وتحتل المرتبة الأولى في آسيا والمرتبة الرابعة في جميع أنحاء العالم. تم تكوين الأراضي الرطبة هذه بعد وابل من المطر. قبل حوالي 4 مليار سنة عادت البراكين المنفجرة الكثيفة على الكرة الأرضية بكمية من البخار الذي أحدث وابلا من المطر الذي استغرق مئات الآلاف من السنين في الهواء. صب المطر على المناطق المنخفضة على الأرض ثم نشأ المحيط البدائي. قبل 1.7 مليار سنة ارتفع النجدو في شمال الصين، وهي اليابسة القديمة البدائية الصينية، ثم تشكلت تدريجيا البحيرات الداخلية بعد صعود وهبوط البر الصيني لمرات. مع ذوبان الجليد في العصر الرابع ارتفعت مياه الأنهار بشكل مخيف، وربطت السيول المتدفقة البحيرات القديمة الأربعة، ثم بعد الانجراف لمئات الآلاف من السنين صبت الأنهار في البحر باتجاه الشرق، وتمت نشأة النهر الأصفر الذي نمى الحضارة الصينية. مع نشأة النهر الأصفر تشكلت النظم المائية 7 بما فيها نهر لياوخا ونهر سونغهوا ونهر خوايخا ونهر اليانغسي ونهر جوتشيان. إن بيئة الأراضي الرطبة ربت كل شيء،
ونمت مصادر الحضارة الصينية المتعددة حول هذه النظم المائية الكبرى، وكانت حضارة النهر الأصفر منظرا أكثر إبهارا فيها. ليو شيو يينغ وعمرها 69 عاما، ويتعلق الفرح والحزن في حياتها بازدهار وانحطاط الأراضي الرطبة حولها. إن زخور النهر الأصفر ونضوبه يحددان دخلها ودخل زوجها غاي هونغ هاي. تقع هذه القطعة من أرض القطن بالقرب من مجرى النهر الأصفر، ومنذ تعهد الأرض في عام 1984 وخلال فترة أقل من 30 عاما تراكم طمي النهر الأصفر باستمرار. من قبل كانت هذه القطعة من الأرض 500 متر من النهر الأصفر، أما الآن فإن المسافة أقل من 100 متر. نشأ أسلافها بجانب النهر الأصفر واعتمدوا عليه، فقد تعودت ليو شيو يينغ على طبع النهر العنيد على مدى سنوات. إن كل فيضان يخطف ثمار عملها ويعود عليها بالأرض الجديدة. تقع قرية شانغ تشانغ التي تقيم ليو شيو يينغ فيها في الجانب الجنوبي للنهر الأصفر، وهي القرية الأخيرة بجانب النهر قبل مصبه في البحر. وأتى كل شبر من الأرض في هذه القرية من ترسب الطمي في النهر الأصفر. يعتبر النهر الأصفر نهرا أكثر رملا على الأرض، ووفقا للتاريخ الموثق كانت كمية الرمل في النهر الأصفر تبلغ 900 كيلوغرام كل متر مربع، وينساب حوالي 1.6 مليار طن من الرمل مع النهر الأصفر بمتوسط سنوي، وتختفي سيرة حضارة النهر الأصفر في هذه الرمال. يعود تاريخ تشكل الصحراء إلى ما قبل 3 ملايين سنة، ويبدو أن مناظرها لا نشاط وحيوية فيها، ولكنها مصدر آخر لحياة الكرة الأرضية. يحمل المجرى الهوائي القوي من الشمال الغربي غبار الصحارى من غرب الصين إلى الجنوب الشرقي، وبعد بضعة ملايين من السنين لترسب الرمال نقلت كثير من المواد المغذية إلى حوض النهر الأصفر، مما تسبب في تكوين هضبة ومساحتها 630 ألف كيلومتر مربع أو أكثر. منذ عشرات آلاف السنين يهيج النهر الأصفر مع كمية كبيرة من الرمال من هضبة اللوس، وتترسب الرمال في المجرى الأوسط والأسفل، مما أدى إلى فيضان النهر وتغيرات المجرى. في التاريخ الأقدم لم يستقر على تغيرات مجرى النهر بدون حواجز للردع، فترك عددا كبيرا من مجرى النهر المترسب في السهل، ودائما ما تكون هذه المناطق فيها غطاء نباتي مزدهر وحيوانات كثيرة. إن بيئات الأراضي الرطبة كبيرها وصغيرها في حوض النهر الأصفر غذت الأجناس الغنية للغاية. وصفت أغنية التوطئة للمجموعة الأولى من القصائد والأغاني في تاريخ الصين مناظر الأراضي الرطبة. واستنادا إلى الإحصاءات كانت
في 305 قصيدة، 112 نوعا من الحيوانات و135 نوعا من النباتات. امتلكت الصين لقب البحيرات العشر في العصر القديم، ثماني منها في حوض النهر الأصفر، وما هو أكثر من ذلك ربط أجدادنا ازدهار ونضوب البحيرات والمستنقعات بصعود وسقوط السلطة السياسية، واعتقد أن البحيرات والمستنقعات هي رأس المال المهم. اعتمدت الحضارة الزراعية الإنسانية على هذه البيئات والأراضي الرطبة التي تجمع المياه واليابس، وحصلت على النمو إلى أقصى حد. إن الأطنان الراسبة والخصبة واللينة في النهر الأصفر تساعد على نمو المحاصيل. قبل حوالي 20,000 سنة اتخذ الأجداد البذرة لنوع عشب كثيف على جانبي النهر الأصفر كطعام لملء بطونهم، وبعد التطور جيلا بعد جيل نما نوع جديد وهو الدخن. في فترة نشأة الحضارة الزراعية انساب النهر الأصفر الفائض مع بذر الدخن المفروض، وأصبحت الطيور المائية رسلا لبذر الدخن الجيد أثناء الانتقال، وعززت عناصر الأراضي الرطبة انتشار حضارة الدخن في أنحاء حوض النهر الأصفر بدون قصد. عزز نمو الزراعة البدائية زيادة عدد السكان، ولم تلبي الظروف الجبلية حاجة المياه للإنتاج الزراعي، ومن أجل توسيع حجم المحاصيل بدأ الأجداد القائمون في سفح الجبل الانتباه بالأرض المنخفضة. بالنسبة إلى المناطق الجبلية، إن المناطق المنخفضة ذات مياه وافرة وتربة خصبة، جذبت الظروف الزراعية الجيدة في الأراضي الرطبة الأجداد إلى هنا واحدا وراء الآخر. مع تنمية الأراضي الرطبة في حوض النهر الأصفر نشأت فروع الحضارة الصينية الأخرى حول النظم المائية الكبرى، ودخل الناس إلى المناطق المنخفضة للحصول على مصادر المياه، وفي الوقت نفسه غالبا ما تعرضوا لكوارث الفيضانات بسبب قدرتهم المنخفضة لترويض النهر، وربما هذا مصدره ذاكرة الأجداد للفيضان. في الوثيقة الصينية القديمة شانغشو وصفت وسيلة ترويض الملك كيوي للفيضان هكذا: تنظيف المجاري الرئيسية وقيادة الفيضان إلى البحر، وتنظيف الجداول وقيادة المياه الغامرة في الحقول إلى الأنهار الكبيرة، وتسمى هذه الوسيلة بزراعة الترع وأقنية الري. قوس
أتى استغلال الأراضي الرطبة بازدهار الزراعة وفي عملية التعامل مع بيئة الأراضي الرطبة قد ارتشفت الثقافة الصينية مزيدا من عناصرها. في باكو الذي انشق من مفهوم يينين يانغ، يمثل كل رمز ظاهرة طبيعية وفيها رسمان بيانيان يتعلقان بالماء. يتناول المقطع الصيني عناصر الأراضي الرطبة، لكل شكل أساسي 17 مقطعا صينيا بمعدل، ولكن يبلغ عدد المقاطع التي تستخدم شكل الماء 522 مقطعا، وهذا العدد أعلى بكثير من المتوسط. مع انسجام الأراضي الرطبة مع الثقافة تغيرت حياة الصينيين، وفي مناطق المجرى الأوسط والأسفل للنهر الأصفر هناك كثير من أشعة الشمس، مما يتسبب في تبخر الماء في الأراضي الرطبة باستمرار، الأمر الذي عاد على السكان الصينيين القائمين بعيدا عن البحر بكثير من الملح الصالح للأكل. في عملية تنمية الحضارات الإنسانية قد أدت الأراضي الرطبة دورا مهما جدا، ونشأت كل من الحضارات القديمة الأربع بجوانب الأنهار الكبيرة وقبلت نعمة الأراضي الرطبة. دائما ما تقع المدن التي تمثل الحضارات الإنسانية بشكل كبير في تقاطعات بضعة أنهار أو مصبات الأنهار، وما هو أكثر من ذلك تأسست بعض المدن على الأراضي الرطبة، ويسمي المؤرخون موارد الأراضي الرطبة ببيت إطعام وتربية التاريخ. تجفف ليو شوي يينغ الأقطان في الشمس كل صباح، ولا بد لها أن تجفف أكثر من 200 كيلوغرام من الأقطان. إن الباعة التي تجفف الأقطان فيها هي بيت جديد بناه ابنها جاي جينغ هوا ب 240 ألف يوان قبل 6 سنوات، ولكنه نادرا ما يقيم جاي هنا. منذ 1998 أقام جاي جينغ هوا مدة طويلة في هذه البيوت البسيطة بجانب النهر الأصفر الشمالي، وخلال هذه السنوات الأربع عشرة قد استصلح أكثر من هكتارين من الأراضي المترسبة بمفرده في الضفة الشمالية، وقد أصبحت هذه القطعة من الأرض بيته الجديد. إن عددا لا يحصى من الفلاحين مثل جاي في حوض النهر الأصفر أسهموا في ازدهار الحضارة الزراعية الصينية من خلال استغلال موارد الأراضي الرطبة باستمرار. ما يختلف عن الأجداد هو أن الأرض الجديدة التي استصلحها جاي جينغ هوا نادرا ما تعرضت لكوارث فيضان النهر الأصفر، وتضمن السدود الكبيرة القريبة تنمية مستدامة. يأخذ أقل من دقيقتين على الأقدام من بيته في الضفة الشمالية إلى السدود، ويأتي إلى هنا لاستقاء الماء كل 3 أو 4 أيام. ثابر على نمط الحياة الأصلي، وهذا الماء الذي يشمل جميع مياه الصرف الصناعية والزراعية من المجرى الأعلى والأوسط هو مصدر مياهه الصالحة للشرب. إن هذه السدود الكبيرة حسنت مستوى معيشة جاي جينغ هوا وهدأت مصب النهر الأصفر 40 سنة، ولكن هذه السدود الصلبة سيف ذو حدين بالنسبة إلى نمو حضارة النهر الأصفر. قبل 4000 سنة قدم النهر الأصفر منتجات ومحصولات وافرة للأجداد اعتمادا على مياهه الوفيرة، كما قدم أرضا صالحة للزراعة، ولكن في الوقت نفسه دائما ما يفيض النهر الأصفر في مجراه الأوسط والأسفل بسبب ترسب الرمال.
当时应该还是个进步，是吧？保护人民生命财产，但是呢，这个也使这个硫磺和泥石很多，逐步沉积下来，在这个河流里头，逐步形成地上河。或者汉代已经出现这样的现象，汉代黄河的泛滥水灾就已经比较多。أثناء عصر الإمبراطور ووليوس رتي أهان أنشأ الاقتصاد الزراعي الأحادي في حوض النهر الأصفر، وتحت إرشاد فكرة الاقتصاد الزراعي جرت عملية تنمية الأراضي الرطبة بدون نظام تدريجي. إن إقامة منشآت الري وبناء السدود وإجراء الاستصلاح في الأجر الأوسط والأسفل للنهر الأصفر قد حققت ثروة عظيمة للصين لم تستطع البلاد الأخرى مقارنتها في ذلك الوقت. لم يتسبب نمو زراعة ومنشآت الري في وجود مزيد من السكان، بل في أزمات كبيرة أيضا. وفقا للسجلات، معلومات الأنهار الصينية والمناطق من قربها، كانت الصين أكثر من 180 مكانا منخفضة، ويسمى كبيرها وصغيرها بالبحيرات والمستنقعات. أما الآن لا توجد بحيرة تتصل بالنهر تماما في المجرى الأوسط والأسفل للنهر الأصفر. لابد لسانغبالا أن يجلب الماء من نهر ماتشو كل يوم، ويستخدم ماء النهر الحلو لصنع شاي باللبن مباشرة. إن حياة الرعي لا طعم لها وهي غير قابلة للتغيير، ولكن عائلة سانغبالا تعيش عيشة سعيدة. لم يمض على ولادة ابنه الأكبر سان دان غونغ إلا عامان، وفي يوليو لعام 2011 ولد ابنه الأصغر بجانب نهر ماتشو، وهذا مصدر سعادة الزوجين. تعد محافظة مادو المحافظة الأولى التي يمر النهر الأصفر بها منذ المصدر، ويعيش فيها أكثر من 12,000 ساكن، ويعتمدون جميعا على مياه النهر الأصفر مثل عائلة سانغبالا. في محافظة مادو ربط مجرى النهر الأصفر الرئيسي بحيرتين، بحيرة تشايلينغ وبحيرة غاهلينغ، وتسمى هاتان البحيرتان العذبتان في الهضبة بالبحيرتين الشقيقتين في مصدر النهر الأصفر، وتمدان المياه للفروع الثمانية المهمة في المجرى الأعلى للنهر الأصفر. ربط النهر الأصفر الناس، فلا يوجد أي تقاطع بينهم. في عام 1997 قل مصدر ماء النهر الأصفر، واستخدم السكان الماء بجانب النهر بشكل كبير، مما أدى إلى نضوب النهر لمدة 226 يوما على مدار السنة. جري إمداد الماء بشكل مركز في قرية شان تشان ناتج عن نقصان الماء المستدام في النهر الأصفر، ولا بد لليو شيو يينغ أن تأخذ 4 أو 5 دلا من الماء لتلبية حاجات الأسرة منها. لابد لليو شيو يينغ أن تحضر العشاء قبل عودة زوجها من حقل القطن.
بعد تحضير العشاء سخنت 4 أباريق من الماء، وسوف يحمل زوجها جاي هونغ هاي معظم الماء إلى حقل القطن غدا. قبل ولادة ليو شوي يين كان النهر الأصفر يغمر كل القرية بسبب تغير المجرى، فلا مفر لأبيها ينتقل مع أسرته إلى مكان بعيد. وفي عام 1952 تغير مجرى النهر الأصفر مرة أخرى، فعادت ليو شيو يين مع أبويها إلى هنا مرة أخرى. يبدأ سانغ بالا قراءة الكتاب المقدس بعد أن يقود الأغنام والأبقار إلى بيته عند الأصيل. من العادة أن يسأل البوذا الحي أن يطلق على ابنه الأصغر اسما عند اليوم 100 بعد ولادته. Hello.